لو انت كنت مرتبطة بشخص وسبتوا بعض ولقيتيه بعد كام شهر راجع وبعتلك رسالة على الواتس او ميست كول، عايز اقولك ما تتحمسيش قوي لحد ما تشوف الفيديو ده للاخر. من النادر جدا ان الراجل يرجع لك بعد كام شهر عشان هو كان بيحبك، لانه لو كان بيحبك ما كانش اصلا سابك، وكمان ما كانش الموضوع هياخد منه وقت كبير قوي كده عشان يعرف ان هو بيحبك. فعشان كده انا هقولك ايه هي الخمس اسباب الشائعة اللي بتخليهم كلهم يرجعوا بعد فترة كده كام شهر ولا حاجة. اول سبب ان هو اتصدم بالواقع الخارجي، الحياة مش وردي زي ما هو ما كان متخيل. اي شخص في اي علاقة مستقرة وخصوصا الرجل بعد فترة بيحس بملل، بيحس انه خلاص بقى ما بقاش فيه بقى شغف ولا حماس ولا تغيير ولا اي حاجة. والبنات بقى اللي بره دول والستات اللي بره دول هم دول اللي بيبقوا شكلهم بقى ان هم يعني لزاز ودمهم خفيف وكلهم طاقة ايجابية وجمال جدا جدا جدا. وطبعا بعد فترة قصيرة جدا بيكتشف انه البنات اللي بره دول او الستات اللي بره دول مش بس مملين ورخمين، ده ممكن كمان يطلعوا كدابين وخدعين ومكلفين ومهدرين للوقت. اما بقى بالنسبه لاصحابه السناجل اللي هو كان بيحسدهم على حياتهم الجميله اللي كلها حريه، بعد فتره بيكتشف يعني ان هم عايشين حياه بائسه جدا، وان هم بيبذلوا مجهود جبار جدا بس عشان يقدروا يعيشوا، وان هم لو اتيحت لهم الفرصه هيختاروا ان هم يعيشوا مع واحده تلمهم وتاخد بالها منهم وتخليهم يعيشوا كبشر بني ادمين طبيعيين. السبب الثاني بقى ان هو يعني ما قدرش ان هو يرتبط بواحده افضل منك. للأسف الشديد في كده وهم بيصيب الرجل لما هو بيكون مرتبط بواحدة جامدة شوية، فبيتهيأله ان هو لقطة، بيتهيأله ان هو لو طلع برا وشاور كده بس اي بنت هتجري وراه، ما بيبقاش عارف ولا متخيل ان الانسانة اللي كانت معاه دي ممكن تكون فعلا جامدة وكويسة وكل حاجة، بس هي دي الانسانة الوحيدة اللي رضيت بيه وشافته يعني كله على بعضه، ما فصصتهوش ولا اي حاجة فحبته كده كله على بعضه وخلاص. لكن اللي بره دول هيقعدوا يشوفوها لحياته، فعشان كده يعني حن ليكي. والكارثه بقى اللي اعظم من كل ده انه البنات اللي بره دول بيبقى توقعاتهم عاليه جدا ومش بيرضوا بيهم كده ولا اي حاجه زي ما هم كانوا متخيلين، علشان هم شايفينهم على حياتهم، شايفينهم على طبيعتهم، فبيرجعوا بقى يحنوا للناس اللي كانوا راضيين بيهم وراضيين بعيشتهم معاهم. يعني ثالثا بقى، وده سبب خطير جدا، وهو الحنين الى الماضي، وده ممكن يحصل وهو لسه مع الوحدة التانية اللي بعد ما سابك راح لها او بعد ما سابك ارتبط بيها، ان هو دلوقتي بقى عايز بقى يرجع للماضي ونوستالجيك بقى وبتاع، وعايز يكلم الانسانة بقى اللي بتفكره بايام حلوة والكلام ده. فخلي بالك اوعي تبقي ضحية لشخص اناني كل الحكاية ان هو بس حن للماضي وعايز يكلمك وخلاص. طبعا دي بقى خطيرة جدا واهمهم على الاطلاق، انت حلوتي وطورتي من نفسك لدرجة ان هو نفسه معرفكيش، حاسة ان انت بقيتي واحدة تانية، بس الفرق بقى طبعا ان انت كنت في يوم من الايام كنت بتاعته، كنت ليه، فدلوقتي هو بقى حاسس بقى ان انت اتطورتي وبقيتي حاجة حلوة فعايز يرجعلك. وطبعا انا كنت عملت فيديو بالتفصيل عن الموضوع ده، هتلاقيه على يوتيوب، اسمه ازاي تخليه يرجعلك. السبب بقى الخامس والاخير واللي هو بيكون نادر جدا جدا جدا، وهو ان يكون فعلا فعلا راجع عشان بيحبك وعنده استعداد ان هو يعمل كل الحاجات الصح اللي كان بيعمل عكسها قبل كده هو معاكي. قعد وراجع نفسه وعرف قيمتك بجد، عرف ان هو غلطان، عرف ان هو عمل حاجات خسرك بسببها، وساعتها بقى انت هتعرفي من افعاله، مش هيبقى كلام، يعني هيبقى في افعال هتبين ان هو عنده استعداد فعلا ان هو يتغير وان هو يرجع لك، وفعلا ده عشان هو بيحبك. وحطي في دماغك انه ده سبب نادر جدا، فلازم تاخدي بالك ان انت ما ترحبيش بيه تاني وتدخليه في حياتك بسهوله، لانه احتمال كبير قوي انه يكون السبب الحقيقي واحد من الاربعه اللي انا ذكرتهم مش اكتر، وساعتها يبقى انت خسرانه، لانك اللي كان معاكي وسابك ومعرفش قيمتك ما ينفعش ان انت ترحبي بيه لما خلاص انت عديتي الفتره بتاعت ان انت كنت ضعيفه وقويتي نفسك وطورتي نفسك وبقيتي عايشه احسن من غيره، فما تبوظيش حياتك تاني الا لو عشان خاطر انت عارفه ومتاكده من افعاله ان هو فعلا بيحبك وهو ده اللي خلاه يرجع.